كرومبو مع المفتش كرومبو. في ليلة من الليالي كان دحيح دحيح حصة أبو صلاح، كان معاه قلم سنون من أبو 5 جنيه ونص، واللي غاز إنه ب5 جنيه ونص، وكان في حصة أبو صلاح 3 أشخاص مشكوك فيهم. وهنسأل كابتن دحيح دح إيه اللي حصل؟ أنا كنت بكتب بالقلم في حصة أبو صلاح، وحطيت القلم على الترابيزة، مرة واحدة اختفى، راح فين؟ معرفش، أنا عايز القلم يا كرومبو، عايز القلم. ولما سألت أبو نسمة قال بتاع الحلبسة قال بغني أغنية راب، وكنت بعمل واجب أبو صلاح، كنت بنقشه من عبد الرحمن، ولقيت الأستاذ دحيح دح عمال يعيط مش لاقي القلم، قول له يا كرومبو ده بيشك فيا أنا. بتلوث قال أنا كنت بحضر طلبية تلوث لأبو صلاح، وكنت مشغول بتحضير الطلبية، وما شفتش أي قلم سنون. ولما سألت مستر فاو قال أنا كنت برخم على واحد صحابي، من صحابي كان مرخم عليا وأنا مخنوق منه عايز أرخم عليه، ما أنا رخمت عليه واتخنقت منه لغاية ما زهقت، بعد كده ما رخمتش عليه، فكك مني بقى عشان ما رخمتش عليه، يلا سلام. أنا عرفت مين اللي سرق القلم من الرصاصة، لو أنت كمان عرفت اتصل بيا على 4-0-0-5-0-0، والقلم أهو، لو أنت كمان عرفت اتصل بيا عشان مش هرد عليك.